يا صباح الورد والهنا والسعاده على كل مشاهدي قناه تن في كل مكان. حلقه جديده من صباح الورد باخبار جديده بفقرات يا رب تعجبكم باذن الله، ولكن زي ما اتعودتم معانا في البدايه بنروح لموجز التاسعه وزميل العزيز كريم حاتم. صباح الورد يا كريم. صباح الخير يا احمد وشكرا ليك، واهلا بكم مشاهدينا في موجز الاخبار من قناه تن. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية مشددا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية. كما وجه الرئيس أيضا بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها والتي تم إنتاجها خلال فترة جائحة كورونا. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، أوضح الرئيس أن ذلك يأتي تحسبا لأي موجة ثانية محتملة، وفي هذا الصدد وتلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع احتياحها في المنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع كي تكون قريبة من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، آخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. وخلال ترأسه لاجتماع مع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كلف مدبولي بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكاتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها. رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جنيف لتبادل الأسرى، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المحتجزين لدى الطرفين. وفي بيان لوزارة الخارجية ثمنت مصر الجهود المبذولة من قبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري لاتفاق وإطلاق سراح الأسرى من دون تأخير وصولا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 566 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسة طارئة لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ. ومن جهة أخرى هدد سفير أرمينيا لدى روسيا باستخدام صواريخ إسكندر إذا استخدمت تركيا طائرات F-16. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن التصدي لهجوم من أذربيجان وتدمير 22 دبابة و10 عربات مسفحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه دفع ملايين كثيرة من الدولارات كضرائب وإنه يملك أصولا أكثر بكثير من الديون،
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، رد الرئيس الأمريكي على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017 بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة. رياضيا، حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على ضيفه أرسنال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الأول وإيفرتون الثالث. ختام الموجز، شكرا للمتابعة، والآن عودة إليك مرة أخرى أحمد. شكرا كريم، دايما متألق كده يا رب ان شاء الله. وليفربول واضح انه بادئ الدوري شادد، 9 نقط على طول من 3 ماتشات، ورب التوفيق كمان لنجمنا الجميل محمد صلاح. هنروح مع حضراتكم لسعر فقراتنا الموجوده معانا النهارده ونرجع نبدا حلقتنا. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه عشان نبدا اول اخبارنا الموجوده معانا النهارده. اشادات دوليه كبيره جدا من منظمات كتير جدا، سواء على الاقتصاد المصري او على كيفيه اداره مصر لازمه كورونا. عندنا اشاده مهمه جدا من منظمه الاغذيه والزراعه للامم المتحده الفاو، طبعا بتشيد بالجهود اللي بتقوم بها مصر ووزاره الصحه على وجه الخصوص في مواجهه فيروس كورونا المستجد والتخفيف من اثاره على كافه النواحي الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وده اللي اعطى ثقه لعدد كبير من المنظمات الدوليه العامله طبعا داخل مصر للعوده التدريجيه لممارسه انشطتها الميدانيه مع الالتزام التام طبعا بالاجراءات الاحترازيه المتبعه من جميع المنظمات، بالاضافه للبرامج اللي كملتها وكملت عملها داخل مصر عشان تخفف من حده الظروف، وده طبعا على كافه الفئات المحتاجه والمتضرره من الازمه الفتره اللي فاتت، والحمد لله لقت نجاح كبير جدا واستحسان من جميع المؤسسات العالميه. خلينا ناخد استقبال من دكتور نصر الدين حاج الامين ممثل الفاو في مصر. يا دكتور صباح الورد. يا صباح الخير، يا مرحبا، اهلا بحضرتك، منورنا في قناه تن. ناخد كده من حضرتك فكره، رصدت ايه منظمه الفاو لكيفيه اداره الازمه داخل مصر؟ ايه اللي رصدته وبالتالي تم الاشاده؟ الجميع يعلم كورونا، ازمه كورونا واثرها على العالم اجمع وعلى الاقتصاد العالمي، وكل التوقعات اللي كانت متوقعه في البدايه من اثر الازمه على امدادات الغذاء والاسعار الغذائيه والابعاد المختلفه. صحيح. في مصر بشكل عام ويمكن اصبح معروف انه تقديرات مختلفه للمؤسسات التمويليه الدوليه بما فيها البنك الدولي تشير الى انكماش اقتصاد الدولي بمعدل يعني من 4 إلى 7 حسب النظر للتقييم. تمام. مصر من الدول اللي فيها كل التقديرات اشارت الى نمو ايجابي يصل الى حوالي 2% في 2020. بشكل عام مؤشر اولي،
وعدد من المحللين يشيروا إلى أن السبب في عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو الإصلاحات التي تمت في السنوات السابقة مهدت للاقتصاد المصري ليكون له المرونة في الاستجابة بشكل أفضل. الجزء الثاني هو الإجراءات التي تمت لمواكبة الأزمة. وإذا صح التعبير الإجراءات تمت على مستويين، إجراءات احترازية اللي هي نفذتها الحكومة المصرية لاحتواء المرض والحد من انتشاره، صحيح، ومعها موازي لها إجراءات وتدابير دعم الاقتصاد وتحفيزه لمواكبة الأزمة، سواء كان الأثر ناتج من تطبيق الحزمة داخل مصر أو نتيجة لآثار سلبية في العالم الآخر أثر على مصر. طب دكتور ناصر، بخبرة حضرتك كده بتشوف ان تحديدا مثلا المنتجات الزراعية والأغذية داخل مصر كمان تحديدا في فترة كورونا بترجعها لجودتها ولا للكم ولا لعدم ارتفاع الأسعار زي ما حضرتك ذكرت في بداية كلامك؟ بالمناسبة في تقييم يعني الآن في مراحله النهائية تم لأثر كورونا على قطاع الغذاء والزراعة، قامت به منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة والإيفاد والـ WFP. المؤشر الأول ممكن أن أختصر يعني باختصار الملاحظات الأولى أنه فترة كورونا وحتى الآن مصر شهدت استقرار نسبي بدرجة كبيرة جدا في وفرة الغذاء. يعني في نقارن مصر بدول أخرى، أسعار السلع الزراعية وأسعار الغذاء شهدت استقرار مع استثناءات طفيفة كانت مؤقتة، لكن في استقرار عام في مستوى أسعار المستهلك. كانت هناك اضطراب جزئي في أسواق السلع الزراعية غير الرسمية، لكن يعني كان ممكن المرحلة الأولى الشهر الأول والثاني والثالث من بعدها تحسن. يعني بعض المزارعين كان عندهم إشكال في تصريف إنتاجهم في أول شهر أو شهرين من الأزمة. لو في أثر يعني وضح أكثر هو أثر على دخل الأسر الفقيرة، يعني جزء منهم، وده مش لأنه في الزراعة ولا قطاع الزراعة، ده لأنه جزء منهم فقدوا وظائف في قطاعات الخدمات أو السياحة، وكانت في بداية الأزمة صدمة أكبر، لكن الآن الوضع تحسن. دول يمكن أثروا في مقدرتهم في الحصول على الغذاء، لكن القطاع الزراعي بشكل عام يعتبر من أكثر قطاعات مرونة وقدرة على الصمود وواكب الأزمة بأضرار طفيفة جدا. بالعكس في بعض القطاعات داخل الزراعة في تحسن، يعني في بعض السلع التصديرية تمكنت مصر من دخول أسواق لم تكن تدخلها من قبل، وفي بعض السلع زادت فيها الصادرات عما سبق. إذن هنا مصر استغلت كمان الأزمة في زيادة نسبة الصادرات لاحتياج بعض الدول للأغذية تقريبا. يعني هو سفارة مصر فعلا يؤكد أن مصر كان عندها جاهزية، وكانت التسهيلات التي تمت أثناء الأزمة من تسهيل وضع استثناءات مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الاستثناءات الآمنة لضمان خروج الصادرات لدول أخرى، مكنت مصر من دخول ولوج لأسواق جديدة، ودي كانت خطوة إيجابية كبيرة جدا. في نفس الوقت تزامن معها ضمان إجراءات الجودة والحجر الزراعي، يعني تم مع بعض، ودي كانت من أشياء بتشيد بها منظمة الأغذية أنه تمت بشكل جيد وبإجراءات سريعة كانت. تمام، كل الشكر للدكتور ناصر الدين حاج الامين الممثل طبعا للفاو في مصر، كلام محترم جدا. ومن ضمن كلامه مثلا يعني بيقول كان من ضمن المشاكل في بدايه الازمه هو لبعض المزارعين في تصريف منتجاتهم. هنا بيطمني، يعني هي ممكن تبقى ازمه للمزارعين، ولكن بيطمني على وفر المنتجات. ثم اتجهت مصر للصادرات بقى لبعض الدول المحتاجه للمنتجات الزراعيه. طمنا بشكل عام على رؤيه منظمه الفاو كمان للحاله الاقتصاديه داخل مصر الفتره اللي فاتت، وده اللي بنقول عليه، مش احنا بس اللي بنقول، لا، واضح ان كل المنظمات الدوليه واخده بالها من الحاله الاقتصاديه داخل مصر، وان الاقتصاد المصري قدر يصمد قدام الازمه وجائحه كورونا، في حين طبعا في دول كتير اقتصادياتها انهارت الفتره اللي فاتت.
دلوقتي خلينا نروح باهالي بولاق وارض اللواء. ليه؟ لان عندنا اخطار من شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه قالت انه هيبقى فيه بسبب قيام جهاز تعمير القاهره الكبرى بتنفيذ اعمال تحويل خطين مياه الشرب واللي بتعوق اعمال طبعا تنفيذ محور ترعه الزمر اسفل كوبري ناهيه ضمن المشروعات القوميه في محافظه الجيزه. فالميه بكره هتتقطع في المنطقتين دول لمده 8 ساعات من 10 مساء يوم الاربع ولحد 6 صباح يوم الخميس ان شاء الله. والشركه طبعا بتناشد اصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتره دي. كمان الشركه هتجهز سيارات مياه صالحه للشرب للمناطق المتاثره. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من صديقنا العزيز الاستاذ وليد عبدين المتحدث باسم شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه والقاهره. يا استاذ وليد صباح الورد. صباح الورد احمد بيه وصباح الخير على الساده المشاهدين. احلى ما في الموضوع ان انتوا بقيتوا تختاروا المواطنين من بدري شويه. طبعا عندكم مشروعات قوميه كتير بتتادي طبعا لا الا لصيانات لبعض شركات مشاريع الصرف لا الا لنقلها، ولكن بتختاروا المواطنين من بدري وبيبقى في جاهزيه كمان للمياه. الاختيار اللي عندنا ده لمنطقتين مهمين جدا وفيهم عدد كبير من الناس، هيستمر فعلا 8 ساعات دول بس ولا هيستمر اكتر؟ لا هو ان شاء الله 8 ساعات بس مقرره. وعايز اقول لحضرتك احنا بنحرصين دايما ان احنا نختار الساده المشاهدين قبلها ب 48 ساعه. ايوه. عشان ياخدوا احتياطاتهم ويحوشوا شويه ميه. صح صح. ده بالنسبه للجيزه، ده لمشروعات بقى اللي من ضمن المشروعات القوميه ولا ده نقل لنتيجه مثلا كسر في بعض المواسير؟ لا ده ضمن المشروعات القوميه في يعني عند ترعه الزمر في بيعوق ترعه المحور خطين 500 و300. تمام. هيتنقلوا ويتربطوا بخط 800. هاي. ده يزود يا استاذ وليد ايه من الانتاجيه مثلا اكتر ولا ده ايه؟ لا 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 ملوش علاقه بالانتاجيه. ملوش علاقه. لا هو بس بيعوق الاعمال الكبرى يعني. طب انا لامح صوره قدامي دلوقتي يعني فريق اعدادنا حاططها دلوقتي عن احد العمال لشركات الصرف بيشتغل تحت عربيه مركونه، يعني هي صوره معبره جدا الصراحه اللي هو احنا هنشتغل ايا كانت المعوقات احنا هنشتغل. هي الصورة دي لأحد العمال في وادي حوف بيطبع صرف القاهرة. أثناء أعمال تطهير شنايش الأمطار بنلاقي عربية فوق شنيشة، فهو إصراره وعزمته خلته ينزل تحت العربية عشان ينظف الشنيشة استعدادا للأمطار. صحيح. هو أنتوا عندكم استعداد طبعا للجيزة والقاهرة تحديدا الفترة اللي جاية لاستعداد لموسم الأمطار، دي من ضمنها اللي احنا بننظف الشنايش اللي موجودة في الشوارع كلها. ده على مستوى الجمهورية. يعني الشركات التابعة كلها شغالة على قدم وساق استعدادا لامطار 2021. فبنلاقي اثناء الاعمال زي ما حضرتك شايف في الصوره المعبره دي جدا حقيقه هو العامل ده يعني يستحق التقدير طبعا، لان بالرغم ان في عربيه بتعوق اعمال التطهير الا ان هو ابى ونزل تحت العربيه وينظف بيعمل شغله على اكمل وجه، وده يؤكد اصرار عمالنا في القاهره والجيزه على التحدي واستعدادهم للامطار. استاذ وليد هو ايه اللي حصل لعمالنا في القاهره؟ خلينا نكون صرحاء مع بعض، ما كناش بنشوف اللقطات دي قبل كده، من متابعتي برضو للاستعداد في كل المحافظات، يمكن ده ما بيتباعش حضرتك ولكن من احد البرامج طبعا بحكم شغلي بتفرج على كل البرامج، لقيت برضو بعض السيدات موجودين في اسكندريه شغالين في اعمال صيانه في الشنايش الساعه 1 او 2 بالليل. الدفعه اللي بقت عند عمالنا دي جت منين؟ او التحرك او الشغل بضمير قوي للدرجه دي، ايه المحرك لده؟ والله هي اداره واراده. يعني العمال عندنا في اداره بتديرهم وبتحفزهم دايما وبتفهم، يعني هم عارفين ان هم بيعملوا عمل يعني اشبه بالعمل البطولي، بيجهزوا المكان او المدن لاستقبال امطار بتعوق حركه الطرق والمرور، وعارفين ان هم بيعملوا عمل عظيم او عمل كبير. فدي الاداره. الاراده العمال عندهم اراده العمل. واحنا بنشتغل على الحته دي قوي، والحمد لله عمالنا كلهم الحقيقه مخلصين جدا لاعمالهم وبيحاولوا يطوروا من ادائهم، بيخضعوا للتدريب باستمرار. فهو ده اللي حاصل. اشكرك جدا طبعا صديقنا العزيز الاستاذ وليد عبدين المتحدث الرسمي باسم شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه والقاهره. وكان زميلي العزيز استاذ عماد خليل كمان رئيس تحرير بيقول لي ان في اخطار كمان جاي من القاهره بانقطاع المياه عن بعض المناطق، هنحاول نعرضه برضو مع حضراتكم كده نشوف ايه بالظبط عشان نحاول نختار كل المواطنين اللي بيتفرجوا علينا من بدري عن انقطاعات المياه اللي موجوده. انا عارف ان بعض انقطاعات المياه موجوده كمان في منطقه مصر الجديده ومدينه نصر نتيجه لبعض الاعمال برضو الموجوده
موجوده هناك للمشروعات وتحديدا في شركات الكهرباء، فبيتم فصل المياه لحين الانتهاء من العمل. خلينا نروح مع بعض نشوف ابرز الاحداث والفعاليات اللي هتتم النهارده في مصر ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. يمكن كنت بقول قبل الفاصل عن الإخطار من شركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة، إن الشركة بتقول نظرا لفصل التيار الكهربي عن الكابل الرئيسي المغذي لمحطة مياه مستورد، بالإضافة لتغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة، الأمر اللي ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق بقى شيراتون ومنشية البكري، المازا، أرض جولف، أسمى فهمي، وعمارات المدفعية، بعض المناطق بمصر الجديدة، وبعض المناطق بالزيتون، بعض المناطق بعين شمس، الواحة، والكيلو 4.5، وصقر قريش، والحي العاشر. الشركة بتأسف طبعا عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وبتقول انها بتبذل قصارى جهدها في عودة المياه للمناطق المتأثرة، وقامت الشركة بتجهيز سيارات صالحة لمياه الشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ولو في اي شكوى او في تأخر في وصول المياه بترجى الشركة للاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضي. هنا كده بالاختار للقاهرة، والاختار اللي عرضناه مع صديقنا العزيز أستاذ وليد عبدين، يمكن هو مخرجنا المتميز، حطينا الإخطار للمناطق اللي هتتأثر النهاردة. هي انقطعت بالفعل المياه من صباح النهاردة، وموجودة المناطق يعني معظمها موجودة في منطقة مصر الجديدة وبعض المناطق المحيطة، وصولا كده الكيلو 4.5 في طريق السويس، ووصولا للزيتون يعني من ناحية مصر الجديدة. خلينا نروح لخبر تاني جميل، وعن حديث لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شاوي. أكد أن أعداد المدارس التكنولوجية في مصر هيتضاعف خلال السنوات اللي جاية، وأن وصولا بعام 2030 إن شاء الله هيوصل لـ100 مدرسة، بجانب تأكيده الدائم أن مصر كمان الفترة دي بتعيش الوقت الذهبي للتعليم الفني. وأنا يمكن بحكم عملي مع دكتور طارق فترة طويلة، هو مقتنع جدا بالتعليم الفني، مقتنع جدا بمدارس التكنولوجية، وعارف مدى تأثيرها كمان لخدمة ولادنا الفترة اللي جاية، ولخدمة الاقتصاد المصري والصناعة المصرية. وبالفعل اشتغل على ده وعمل مجموعة من المدارس، ولكن بيطمننا بوصولا لاستراتيجية الدولة 2030 هيكون وصلنا لـ100 مدرسة. الحقيقة على مدار الفترة اللي فاتت بنشوف في عهد دكتور طارق شاوي منظومة تعليمية محترفة مختلفة بتقوم على خدمة الطالب وخدمة المعلم وخدمة الفني بقى اللي بيقوم بصناعة كمان شكل مختلف من التعليم الفني. تغير في بعض المناهج، وتحديدا في التعليم الفني اعتقد المناهج معظمها اتغيرت. خلينا نعرف اكتر من صديقنا العزيز وزميلنا العزيز الاستاذ زكي السعداني، مسؤول ملف التعليم بجريدة الوفد. استاذ زكي صباح الورد.
صباح الفل عليك احمد بيه وعلى الساده المشاهدين، وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالف صحه وسعاده. نتعرف منك كده عن رؤيتك لحديث وزير التربيه والتعليم لما قال ان مدارس التكنولوجيه الجديده او اللي معنيه بالتعليم الفني هتزيد ل 100 مدرسه، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ هو بالفعل احنا في احتياج لهذه المدارس استاذ خير، وانت تعلم تماما ان التعليم الفني طرق لسنوات طويله مهمل ولم يتم الاهتمام به في ظل هذه السنوات، واحنا في احتياج شديد جدا لنوعيات جديده من التعليم الفني وتطوير التعليم الفني، اللي احنا ظللنا سنوات طويله ننتظر تطويره. تمام. وبالفعل هو في مدارس جديده، المدارس التكنولوجيه التطبيقيه دي نوعيه جديده من المدارس. صحيح. ومسار جديد للتعليم الفني بيحول نظام التعليم الفني او النظره الاجتماعيه اللي متاخده عن التعليم الفني ان هو تعليم من الدرجه الثانيه الى تعليم متميز. ودي النوعيه دي من المدارس اللي يهتم بيها الدكتور طارق شوقي والوزاره والوزاره التعليم العالي ووزاره الصناعه بإنشاء نوعيات جديدة من المدارس اللي هي المدارس التطبيقية دي، جذبت أعداد كبيرة من التلاميذ وفي إقبال شديد جدا على القبول بهذه المدارس، لأنها بتخرج المهني اللي هو بيحتاجه سوق العمل، وإن الطالب اللي هو باحث عن فرصة عمل بيجد فرصة العمل بعد التخرج بعد الدراسة في هذه المدارس المتميزة اللي تم إنشائها هذا العام. وإحنا في مزيد من التوسع لهذه المدارس لأنها في احتياج فيها فعلا لتخصصات متميزه وتخصصات نادره بيحتاجها سوق العمل سواء المحلي او الخارجي. بمناسبه الخارجي بقى، لمحت في حديث دكتور طارق ان هو هيعمل شكل من اشكال البروتوكول او تعاون مع دوله المانيا تحديدا لاعتماد شهادات التعليم الفني، فاذا انت الطالب هنا او الخريج بقى هيبقى معتمد من دوله كبيره صناعيه ان هو يشتغل هنا او يشتغل بره. بمناسبه حضرتك بتتكلم على العالميه في الموضوع، يعني هو بالفعل هو يعني النموذج اللي هو يحتذى به فعلا في التعليم الفني هو المانيا، ودي اكبر. صحيح. دوله قائمه على التعليم الفني وعلى استخدام خريج التعليم الفني في النهوض بالصناعه، واحنا يا ريت نحتذي بحذو، واحنا كنا مهتمين بالجانب الالماني في مشروع مبارك كول. صحيح. الا انه اهمل لسنوات، انما الدكتور طارق شوقي احيا الاهتمام بالتعليم الفني في نظام جديد اللي هو نظام المدارس الفنيه التطبيقيه، وده هيكون ببروتوكول مع هيئه التعاون الالماني وعقد بروتوكولات لانشاء تخصصات جديده يحتاجها سوق العمل وتحتاجها الصناعه. والميزه في هذه النوعيات من المدارس ان المدارس دي بتكون مع شريك من الشريك الاستثماري اللي صحيح. هو صاحب المصنع او صاحب الشركه او صاحب البتاع، بيتم انشاء هذه النوعيات من المدارس على حسب متطلبات السوق او على حسب متطلبات صاحب العمل او صاحب المصنع اللي هو بيحتاج هذه النوعيات من الخريجين او هذه النوعيات. اذا هنا الطالب بيدرس وبيتدرب اللي محتاجه السوق، فهنا اعتقد كمان هيبقى في تغيير في شكل المناهج، مش المناهج اللي بياخدها الطالب وينزل سوق العمل يلاقيها مختلفه، لا ده هو شاف في سوق العمل محتاج ايه وعمل له مناهج كمان. ده بالفعل يا استاذ احمد ده بيحصل في هذه المدارس، وبيحطوا المناهج طبقا للتخصص اللي هو بيدرسه الطالب سواء في المدرسه او التدريب العملي اللي بيأديه في المصنع اللي هو بيكون يعني زي تعليم مزدوج. صحيح. تعليم مزدوج يعني بيقضي الجانب العملي في المصنع والجانب اللي هو خاص بالتدريس في المدرسه، بالاضافه الى تدريب المعلمين من جانب خبراء اجانب وخبراء مصريين. هاي. يعني الشق ده مهم جدا اللي هو تدريب المعلمين على المناهج اسمها المناهج المتدرجه اللي هي ايه بيحتاجها سوق العمل وبتحتاجها التخصصات الدراسيه الجديده. طيب اللافت للنظر بقى ان في اقبال من البنات اكتر كمان، يعني في بنات كبيره بنسبه كبيره جدا من اللي تقدموا للمدارس التكنولوجيه عايزين يخشوا، يعني دي يتصور البعض ان دي شبابنا، لا ده البنات كمان اشتركوا. هو بالفعل يا استاذ خيري المدارس بتشهد اقبال من جميع النوعيات، بس هي النسبه الاكبر من البنات فعلا، لان المدارس دي بتؤهل الخريج خلال ثلاث سنوات وبيخرج لسوق العمل بيلاقي فرصه العمل قدامه، وهي نوعيات مختلفه سواء في المجال الزراعي او في المجال. صحيح. الصناعي او في المجال السياحه او الفندقي، وقد يشهد المجال الفندقي اقبال من الطلبه على نوعيات اداره المطاعم واداره الفنادق. وبالنسبه للمجال الزراعي بيشهد الري الميكانيكا، المجال الصناعي الميكانيكا برضه والالكتروماتيك والحاجات الالكترونيه اللي هي بيحتاجها المصانع والالكترونيه، بالاضافه الى وده باتفاق مع
اللي هم اصحاب الشركات واصحاب زي مثلا شركات الكابلات، شركات العربي العربي والسويدي وبي تيك وغبور السويدي وتيك، الشركات العالميه دي اللي هي قايمه على هذا النوعيه من التعليم. فده بيؤدي لجذب نوعيات مختلفه من الطلبه وخاصه من الطالبات اللي هم بيحتاجوا الى هذه النوعيه المتخصصه من الدراسه. بجانب ان في جانب ثاني مهم جدا يا استاذ احمد في هذه النوعيه لتشجيع هذا المسار من التعليم الفني، وهو التعليم الجامعي. التعليم الجامعي لان الطالب بتاع التعليم الفني بيجد نفسه مهمل من جانب التعليم الجامعي، ان هو مش متاح امامه زي طالب الثانويه العامه مسارات جديده في الجامعات، او ما فيش قدامه فرص متاحه زي لاستكمال تعليمه الجامعي. فده تم من خلال انشاء كليات تكنولوجيا جديده، والريس طلب التوسع في هذه النوعيات من الكليات لجذب طالب التعليم الفني ولتشجيع المجتمع على الالتحاق بهذه النوعيه من التعليم اللي ظلت مهمله لسنوات طويله وبتتعامل على انها نوعيه من النوع الدرجه الثانيه. ومن هذا العام في 6 جامعات انشئت، 3 جامعات انشئت، منهم 3 جامعات بداوا دراسه في بني سويف والقاهره الجديده والدلتا، وهذه الجامعات بتشهد اقبال كبير جدا من الطلبه لانها بتمنح مؤهلين، مؤهل فوق المتوسط مهني، فوق المتوسط بعد نظام دراسه 2 سنين، ومؤهل جامعي بعد نظام دراسه 4 سنوات. يعني اللي حابب يدرس 2 سنين وياخد مؤهل فوق متوسط بيدرس، اللي حابب يستكمل دراسته اللي هي الجامعيه وياخد بكالوريوس مهني بيكمل. وده هذه النوعيه بتشجع الطلبه على الالتحاق بالتعليم الفني وعلى دراسه التعليم الفني، وده مسار يعني مسار جاذب للطلبه وبيشجع على النهوض بعمليه التعليم الفني اللي ظل مهمل سنوات طويله جدا. كل الشكر لصديقنا العزيز وزميلنا العزيز الاستاذ زكي السعداني مسؤول ملف التعليم بجريده الوفد، وهو بيؤكد كمان ان الدوله كلها شغاله على ملف التعليم، وفي تضافر جهود وفي تنسيق ما بين كمان الوزارتين المعنيين، سواء وزاره التعليم العالي او وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. جميل جدا فعلا ان خريجي التعليم الفني يلاقوا اماكن في الجامعات، او يلاقوا جامعات مخصصه كمان لاستكمال دراساتهم للي هيحب يكمل دراسات اكثر عمقا يعني من خلال التعليم العالي، واللي هيتخرج ويروح للمجال العملي ده هيتوفر كمان من خلال المدارس اللي موجوده. يعني ليه ذكرنا اسامي المصانع؟ ده مش اعلان، ولكن على قد ما هو دعم لكل الشركات وكل المصانع انها تعمل النوعيه دي من المدارس الفتره اللي جايه، لان دي هتفيد الطالب وتفيد المصنع. كتير جدا كنا بنشوف المصانع دي والشركات الكبرى بتطلب ايدي عامله ومش لاقيه، هي دلوقتي هتدرب الايدي العامله من طلابها اللي محتاجاها في المصنع، ده بالاضافه طبعا اللي هتدربه بمناهج خصيصه للمجال ده، فهنا هيوفر فرص عمل ويوفر كمان ايدي عامله وفنيين محترفين. النقطه الجميله اللي اتكلم فيها كمان استاذ تاكي وهي دي مهمه جدا، هي تغيير الواجهة المجتمعية ناحية التعليم الفني. كانوا بيشوفوه فعلا دايما هو يعني درجة تانية من التعليم، أو أولادنا اللي مش موفقين أو الفاشلين هم اللي بيروحوا التعليم الفني. بالعكس تماما، دلوقتي المتفوقين هم اللي بيروحوا المدارس دي، وفي إقبال كبير جدا، بالإضافة طبعا لإقبال كبير من فتياتنا اللي عايزين يبقوا مؤهلين إن شاء الله الفترة اللي جاية. هنروح لملف تاني، ملف مهم جدا، وهو نوعية من أنواع الجوائز المهمة اللي بتهتم بيها مصر الفترة اللي فاتت، جوائز المجلس الأعلى للثقافة، واللي هيتم الإعلان عنها إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس اللي جاي، بعد ما أكد الدكتور هشام عزمي إنه هيتم الإعلان عن نتائج في مؤتمر صحفي هيشمل الإعلان عن جوائز الدولة التشجيعية وجوائز الدولة للتفوق في الفنون والأدب والعلوم والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية وجائزة النيل على ما أعتقد كمان. عدد كبير من المثقفين المصريين بيتنافسوا على الجوائز دي في نسختها الجديدة. خلينا نعرف أكتر من دكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. يا دكتور هشام صباح الورد على حضرتك. صباح الخير، اهلا بحضرتك. خلينا نقول لحضرتك الاول الف مبروك تجديد الثقه امبارح، يمكن عرفت من الكواليس كده ان دكتور ايناس جديد الثقه في امكانيات وخبره حضرتك امبارح. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. نروح للجوائز، الجوائز دي بيهتم بيها قطاع كبير جدا من مثقفينا ومن فنانينا ومن ادبائنا الفتره اللي فاتت، وبقت جوائز قيمه جدا، مش كمان قيمه في شقها المادي ولكن في شقها المعنوي، وبتزيد من الامكانيات الثقافيه والادبيه الفتره اللي جايه. ده صحيح. لو سمحت لي بس خليني اوضح ان يوم الخميس القادم المؤتمر الصحفي خاص بالاعلان عن ترتيبات جوائز الدوله وليس الاعلان عن جوائز الدوله. هاي
حفل جوائز الدولة زي ما حضرتك عارف بيعقد في شهر مايو من كل عام. تمام. احنا السنة دي يمكن دي للمرة الأولى قررنا أن نعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الفروع والمجالات التي سيتقدم إليها المرشحين للفحص تمهيدا لاختيار هؤلاء المرشحين أو بعضهم للحصول على جوائز الدولة. فالمؤتمر الخميس القادم هو للإعلان عن تفاصيل فروع جوائز الدولة وشروط التقدم للمسابقة وآخر موعد لها وغيرها من التفاصيل اللي حضرتك عارفها، تمهيدا لأن يتقدم المرشحين في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر. طب نستعرض كده مع حضرتك، يعني فرصة حضرتك موجود معانا، هي الجوائز هتبقى كام جائزة تقريبا وخصيصا في مجالات إيه؟ شوف حضرتك، هو الجوائز الدولة هنبدأ بجائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية ثم جائزة التفوق وأخيرا جائزة الدولة التشجيعية. جائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية لا يعلن عنها ولا يعلن عن الفروحها لأنه القواعد واللوائح المنظمة لهاتين الجائزتين على وجه التحديد إن بيتم الترشيح المفكرين والمثقفين والباحثين من قبل الجهات المعنية، يعني الجامعات والمراكز البحثية والنقابات وغيرها، فدي لا يتم الإعلان عنها، بيتم توجيه فقط الخطابات للجهات المعنية اللي بتقوم بترشيح المتقدمين. تمام. اللي هيتم الإعلان عنه بإذن الله يوم الخميس القادم هم جائزتين، جائزة الدولة للتفوق وجائزة الدولة التشجيعية، لأن دي طبيعة هاتين الجائزتين على وجه التحديد إن بيقوم المترشحين أنفسهم بالتقدم للحصول على الجوائز. جائزة التفوق في جزء منها بيتم من خلال ترشيحات بتقوم بيها الجهات والهيئات اللي احنا ذكرناها مثلها مثل النيل و جوائز الدولة التقديرية. تمام. لكن بيتبقى جزء منها بيفتح المجال للمتقدمين أنفسهم إن هم يتقدموا بأعمالهم دون ترشيح. أعمالهم هنا يا دكتور بتبقى إيه؟ أعمالهم الفنية ولا أعمالهم الأدبية ولا إيه؟ المجالات عادة اللي بتطرح فيها الجوائز هي العلوم والعلوم الاجتماعية والأداب والفنون والعلوم الاقتصادية والسياسية. تمام. في فيما يتعلق بالأعمال الفنية في جوائز الدولة التشجيعية ممكن بيبقى أشكال أخرى في مجالات إذا كانت تتعلق بالفنون التشكيلية وغيرها، فطبعا ده بيتوقف على طبيعة المجال اللي بيتقدم به المنافس. إن شاء الله يوم الخميس زي ما ذكرت لحضرتك إحنا هنعلن عن الشروط التقدم لجوائز التفوق وجوائز الدولة التشجيعية تفصيلا. تمام. من حيث الشروط ومن حيث الأوراق اللي بيتم التقدم بيها. لكن خليني أقول لحضرتك الحقيقة بعد مهم جدا فيما يتعلق بجوائز الدولة هذا العام اللي هي إن شاء الله هيكون برضو الإعلان عنها في منتصف العام القادم. كان لدينا مشكلة الحقيقة ظلت لعقود طويلة منذ ستينيات القرن الماضي، أن كان هناك سنة بيطلق عليها سنة الفراغ. سنة الفراغ كانت نتجت منذ عام 67، ومن هذه الفترة كان دائما هناك سنة متأخرة بالنسبة لجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية. يعني بعبارة أبسط، من يتقدم هذا العام سيكون الحقيقة متقدم لفحص أعماله للعام القادم، يعني دائما كان هناك سنة تأخير. وأيضا من كان سيتم الإعلان عنهم السنة دي هم المتقدمون من العام الماضي. لو حضرتك فهمت فكرتي. طبعا طبعا. سددتوا العجز أو الفجوة سنة الفراغ دي إزاي؟ سنة الفراغ بإذن الله وفي الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للثقافة في مايو الماضي وأثناء إعلان عن جوائز الدولة لعام 2020 تم إقرار أنه العام القادم بإذن الله سيشهد حل جذري لهذه المشكلة بصفة نهائية. اللي هيحصل أن إحنا عام 2021 فيما يتعلق بجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية، لأن هم دول الجائزتين اللي فيهم المشكلة. صحيح. جوائز النيل وجوائز التفوق أحدث نسبيا فلم يكونوا موجودين أصلا في ستينات القرن الماضي. تمام. فالمشكلة تتركز أساسا في مشكلة الجائزة الدولة التفوق وجائزة الدولة التشجيعية. اللي هيحصل أنه التنافس العام القادم هيكون وكأنه بيمثل الجائزة لعامين معا. يعني هيحصل دمج الجائزتين مثلا. بالضبط كده. ليست مضاعفة الجائزة عشان كلامي يكون واضح، لكن طبعا عدد المتقدمين سيكون هو اللي متضاعف. فالإعلان عن في العام القادم بإذن الله هيكون للحاصلين على الجوائز الدولة لعامي 2021 فيما يتعلق ب
جائزة الدولة التقديرية وده هيحصل لعام واحد في مايو القادم ثم تمشي بشكل كده. منتظم بعد كده نسير لأنه في الحقيقة كان يعني غير المقبول على صحيح. الإطلاق أن تظل هذه المشكلة دون حل وتسبب لبس شديد جدا في الوسط الثقافي طبعا. وجوائز الدولة المصرية ليست أي جوائز، هي جائزة هي الأرفع والأغلى ليس على مستوى مصر فقط، على مستوى الوطن العربي وكل المثقفين والمفكرين بيهتموا بيها. فكان الحقيقة فيه غموض ولبس شديد جدا. بتعلن حضرتك عن جائزة النيل لعام 20 وتعلن عن جائزة التشجيعية لعام 2019، تعلن عن جائزة التفوق لعام وتعلن عن التقديرية للعام السابق. الحقيقة كان مسبب خلط شديد جدا زي ما حضرتك تفضلت. العام القادم سيشهد حل جذري ولمرة واحدة فقط، لأن لابد أن تكون هناك وقفة ولابد أن احنا نعالج المشكلة حل جذري. العام القادم سيشهد الدمج لمرة واحدة فقط وتعود الأمور إلى الانتظام في السنة التالية بإذن الله. ده هيكلفكم يا دكتور هشام أعتقد، لأن أنا كمان ما ببص على القيم المادية، أنا عارف طبعا ده ما بيبقاش شغل الشاغل بالنسبة للمثقفين، ولكن ده ممكن يكلفكم ميزانية أزيد شوية للعام القادم. لا يا فندم، لا يا فندم، لأن زي ما قلت لحضرتك عدد المتقدمين وعدد المترشحين وعدد الفائزين سيكون واحد. عدد الفائزين، انت حضرتك هتزود عدد المتقدمين عدد الفائزين واحد بالضبط، عشان اكون حعيد الجمله اللي قلتها تاني عشان صحيح. تكون اكثر تحديدا. عدد الفائزين سيكون واحد، عدد المتقدمين سيكون هو الاكثر. صحيح، كل الشغل بمعنى انه اذا كان مترشح مثلا لجائزه فرضا في العلوم الاجتماعيه في جائزه الدوله التقديريه 4 اشخاص هيكونوا 8، يتم الاختيار من بينهم وفقا للمعايير المعمول بها كل عام. فالزياده في عدد المتقدمين والمتنافسين ولكن عدد الجوائز ثابت. كل الشكر دكتور هشام عزمي امين عام مجلس الاعلى للثقافه، كل الشكر دكتور ناس عبد الدايم على احياء الشكل الثقافي في مصر عامه. ويمكن ما دكتور بيقول ان احنا ليه هندمج وليه دي عامله مشكله بالنسبه للساده المثقفين، في بعد مهم جدا معنوي كمان لكل المتقدمين سواء في العلوم الاقتصاديه او الاجتماعيه او في الشكل الادبي عامه، وبيفرق معاهم جدا كمان لاهميه الجائزه مش بس مصريا ولكن عربيا وعالميا. الجوائز المصريه سواء جوائز الدوله التقديريه او التشجيعيه جوائز معتمده وبتفرق كتير جدا مع المثقفين، فمجهود محترم جدا ان الوزاره شغاله على ده وان الدكتور هشام شغال على ده وانه يحل المشاكل اللي موجوده داخل القطاع الثقافي. خلينا نروح نشوف مع بعض دلوقتي بقى كل اللي هيحصل النهارده، وهنشوف كمان اسعار الذهب والعملات ونشوف ايه اللي موجود معانا النهارده ونبدا فقراتنا مع حضراتكم. رجعنا حضراتكم مره ثانيه عشان نبدا اول فقراتنا الموجوده معانا النهارده. جميل الانسان يكون عنده موهبه وهوايه، لكن الاجمل انه يعرف ازاي يستغلها صح
ويوظفها لخدمة الآخرين. فقرتنا دلوقتي مع شاب موهوب طالب في كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، بيعشق الرسم وقرر انه يستغل موهبته بقى دي لخدمة دراسته ومجاله. الموضوع طالب أشرف الرفاعي بدأ يشرح الكائنات الحية ولكن بالورقة والقلم والألوان، حاجة غريبة جدا ولكن واضح ان هي بقت موهبة بالنسبة له، واضح انه عارف يستغلها ازاي. خلينا نفهم ايه اللي حصل في الموضوع وازاي قدر يشرح الحيوانات عن طريق الرسم من اشرف اللي منورنا دلوقتي عبر سكايب. يا اشرف صباح الورد عليك. صباح النور، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. طمني، الموهبه تخليك تقول، وكمان الصور اللي انا شفتها، ان الراجل ده يخش فنون جميله، يخش حاجه تانية خالص غير الطب البيطري، ايه اللي وداك الطب البيطري اصلا في البدايه؟ هو كل الفكره ان انا كان طبعا كنت في ثانويه عامه وكنت كل اهتمامي ان انا اخش كليه طبعا طبيه او علميه، ولما يعني ربنا كرم ودخلت طب بيطري، فانا كنت من الناس جدا الشغوفه بالرسم الساينتفك او الرسم الميديكال او اي رسم يخص الحاجات دي بالذات يعني. فبدات اشتغل على دوت بقى من اول ما دخلت الكليه، لان احنا اي كليه طبيه بندرس التشريح في سنتين، فكان بقى الدراسة من الجثث وكده، فبقى الموضوع صعب جدا من المشرحة يعني، فبنضطر ان احنا نلجأ للرسم علشان نذاكر. بدأت ان انا بقى ملاحظات صغيرة كده ان انا ذاكر من خلالها. بدأت بقى تستغل ده ان انا يعني حضرت مثلا عمليات يا اشرف، يعني شفت ازاي تشريح الحيوانات، ولكن من هو من خلال دراستك بتشرحه مثلا الحيوانات، يعني جبتها ازاي دي؟ انا مش فاهمها لحد دلوقتي. هو المشرحة احنا بندرس مادة التشريح، لكن تمام. لما بتبقى مادة التشريح بتأهلك للجراحة، تمام؟ بالنسبة للجراحة فأنا حاليا كنت الفترة اللي فاتت كنت بخش عمليات في مستشفى بيطري كبير، وكنت ببدأ ان انا ارسم كروب سريع جدا للعملية مثلا وكان لاين، وببدأ ان انا يعني برسم العملية مش برسم التشريح، يعني برسم كتبع الجراحة، بس كل الفكرة ان انا بدأت بالتشريح. انا عمال اتفرج معاك على فكره على اثناء رسمك داخل عمليه، يعني في عمليه دلوقتي بتتم دلوقتي قدامنا على الهوا اهو، وانت قاعد فعلا وبترسم ومركز جدا. كانت هي ديت كان مثلا عمليه القطه، كان القطه دي واقعه من الدور الرابع او الخامس، وكان عندها كسر في عظمه الريديوس، وكان بيتركب لها شرايح ومسامير وكل حاجه بحيث يعني يلتئم الجرح وكده. فلا انا عجبني ان انا اخش وابدا ان انا افكر فكره جديده، لا ارسم العمليات، ما يبقاش الموضوع مقتصر على ماده التشريح بس، وبحس ان احنا يبقى بفتح دماغي اكتر واقدر يعني انتج فن جديد او حاجه مختلفه. طب اشرف، التنسيق حصل ازاي بقى يعني داخل المستشفيات مثلا؟ يعني هل بتستاذنهم؟ يعني ايه اللي بيحصل ان هم يسمحوا لك مثلا ان انت تخش وتحضر العمليه وتقعد كمان وترسم؟ هو طبعا انا الاول يعني هو طبعا كل دوت يعني طبعا بفضل ربنا، هو انا بدات اتواصل مع دكاتره في غايه الاحترام، بداوا ان هم مقدرين اللي بعمله وشايفين اللي بعمله فعلا كويس ومهم، فسمحوا لي يعني بمكان عندهم ان انا اخش، واستضافه كمان كامله يعني، ربنا يجازيهم كل خير. وببدا ان انا بقى يعني ابدا ان انا اخش ارسم، وهم سمحوا لي بدوت وعلموني ازاي اتعقم وكل حاجه، وابدا اخش معاهم خلال العمليه. واضح كده من كلامك ان دراسه الطب البيطري هي ساعدت في تنميه موهبتك كمان اكتر، يعني مش فصلتك عن موهبتك، لا دي نمت اكتر. هو يعني الجميل عندنا ان احنا في طب بيطري بندرس اكتر من فصيله، فعندنا نظام التشريح او نظام حتى الدراسه بيبقى مبني على المقارنه او الكومباراتيف، يعني كل حاجه عندنا بقارن ما بين عظمه مثلا في الانسان وفي الحيوان، وفي مثلا في اكتر من حيوان ثلاث اربع حيوانات مثلا، بقارنهم مع الانسان، واحنا بناخد الاناتومي ده كساينس او كعلم. فكان ده الجميل يعني، هو الموضوع فتح معايا اكتر من كونه فصيله واحده، فخلاني ان انا يعني استزيد اكتر في المجال يعني. واضح كمان ان الرسم يا اشرف خلاك من اكتر العارفين او الملمين بقى بكل عضو من اعضاء جسم الحيوان اللي انت رسمته واتقنته، صح كده؟ بالظبط طبعا، وبالانسان برضه، لان احنا في حاجات كتير شبيهه جدا مع حيوانات كتير، بس بنشوف بقى يعني عظمه الخالق ان هنا لا، اشمعنى مثلا ليه حجم المعده هنا كبير، وليه اشمعنى مثلا المقترات زي الابقار وكده بيبقى عندها اربع معدات، يعني عندها اربع حجرات، فكل كائن او كل مخلوق ليه ربنا خلقه بالتركيب ده، فبتبقى حاجه عظيمه جدا في المذاكره وفي الرسم.
هي حاجة عظيمة كمان، أعتقد إن زمايلك مثلا لو استغلوا بقى الصور بتاعتك دي تفرق معاهم في مذاكرتهم أو تفرق معاهم في تسهيل المادة نفسها. طبعا يعني ده حاجة أساسية، وحاليا الفترة دي شغال إن شاء الله إن أنا برسم كلية عندي جامعة كفر الشيخ كلية طب بيطري، بنرسم زي مذكرة صغيرة. طبعا ما أقدرش أقول كتاب أطلس يعني مش لامم السنتين بتوع الأناتومي، لكن إحنا بنرسم مذكرة بسيطة كده إن شاء الله لطلبة سنة تانية. ففعلا بدأنا نوظف المجهود اللي أنا بعمله الفترة اللي فاتت في إن هو فعلا يفيد الطلبة. هو انا اشرف لسه كنت دلال هساله لك، هو انت ليه ما يبقاش طموحك مثلا انا اعمل جايد كامل مثلا او اطلس فعلا لكل الحيوانات برسوماتك وتتجمع كلها، مش يستفيد بقى منها المصريين بس، يبقى حاجه بشكل دولي ليها يعني. هو انا طبعا ده حلمي الكبير يعني، وحلمي كمان ان انا يعني ارسم مع وزاره التعليم العالي، ما فيش اي مشكله ان انا ارسم للكليات الطبيه كلها بشكل عام، لان احنا هم بيضطروا ان هم يجيبوا الرسومات ديت من بره. فطب ليه ما احنا ممكن نعتمد على دوت ونشتغل عليه من هنا ويبقى اول انتاج لرسومات ساينتفك او ميديكال من مصر بشكل عام. ففكره جميله جدا يعني ان احنا نبدا نشتغل على دوت، وانا نفسي اصلا ان انا اعمل كتاب اطلس باسمي طبعا، ويبقى ليه اكتر من اديتيشن كل سنه بينزل مختلف وفي رسومات جديده، وطبعا نصدره مفيش اي مشكله، لان انا فعلا بتعامل حاليا مع اجانب وشغال لغلاف كامل الكتاب عن الكارديو في جامعه كيل انجلترا. فهو يعني مفيش اي مشكله ان احنا نبدا نوظف ده لمصر يعني او هنا للكليه. مين الريفرنس بتاعك او مين المرجعيه بتاعتك يا اشرف مثلا اشتغلت عليه؟ في حد سابقك مثلا عالميا في ده؟ هو طبعا في الطب البشري طبعا في ناس كتير جدا واكتر من ريفرنس انا بعتمد عليهم، بس انا اعتمدت عليهم في الاول او في بدايتي لان كنت ببدا ادرس الكالر فاليوز او بعرف القيم اللونيه وبعرف ايه الالوان الهاديه للعين، ان ده رسم تشريح. فما ينفعش مثلا وانا برسم جثه ارسم العينيه مثلا مقفوله، فانت لما تشوف الرسمه يعني زي تخاف، او مثلا مركز مع ملامح الشخص اللي مرسوم اكتر من الجزء العلمي. صحيح. فبدات ان انا استغل دوت واعرف لا ارسم مثلا شكل الجثه عادي كانك فاتح في انسان طبيعي خالص او في حيوان برضو طبيعي خالص، وانا جايب بس الجزء اللي يخص التعليم. لكن فبدات اتعلم بقى الاساسيات دي من الممارسه، وبعد كده بدات اطبق ده بقى في الطب البيطري. يعني اجيب صور عاديه خالص فوتوغرافيه لحيوان، اي حيوان كلب او قطه او حصان او اي حاجه، وببدا ان انا ارسمها رسمه عاديه كصوره، وبعد كده ببدا ان انا اختار الريجن المنطقه اللي انا عايزها وابدا اشرح فيها. يعني بكتب بقى الداتا العلميه كامله في زي نوته بره كده، وابدا ان انا اطبق، لان انا اتعلمت الاول من ايه من الريفرنس بتاعت الطب البيطري بتاع الطب البشري. هو الجالر اللي انا شايفه على الشاشه ده او المعرض اللي مليان لوحات على الحيطه لصور كتير، ده بيتك يا اشرف؟ هو انا عندي ورشه هنا صغيره يعني ببدا ان انا اشتغل فيها، بس طبعا والفيو هنا مختلف يعني. الفيو اللي ورايا دوت بالظبط يعني انا قعدت اشتغل عليه بقالي حوالي سنتين او سنتين وشويه، وان انا ابدا ان انا ارسم فيه كل جزء، وان انا اشوف ايه اللي انا عايزه ومحتاج ايه هيساعدني وانا بشتغل، وببدا ان انا اعلقه واحطه. يعني محتاج باليتا مثلا بالوان معينه بحطها قدامي على طول جاهزه، بظبط حاجه هتفتح لي في مجال تاني في القلب فلازم يكون القلب قدامي دايما، وهكذا. يعني بدات ان انا احط كل حاجه ويبقى كل حاجه لها اهميه، مش كل حاجه محطوطه ويعني ان انا بجمل بس الحيطه، لا تمام. كل حاجه وليها دور. عايز انهي معاك واشكرك، اقول ايه؟ دكتور اشرف الرفاعي ولا اقول فناننا المتالق اشرف الرفاعي؟ شكرا جدا ليك يعني، وانا سعيد بالاستضافه الجميله دي. كل شكر يعني ليك، طالبنا ومتميز ان شاء الله في الصف الثالث، ولكن ان شاء الله ربنا يكرمه ويتخرج من كليه الطب البيطري ويفيد بقى نفسه ويفيد زملائه، وان شاء الله نكون موجودين معاه الفتره اللي جايه بعد ما يعمل اطلس فعلا يبقى جايد كده لكل التشريح الموجود لكل الحيوانات الفتره اللي جايه. بنحب نحط كده يعني سبوت كده على النماذج المشرفه صراحه من شبابنا. هنروح لفاصل ونرجع لباقي فقراتنا، فابقوا معنا.
رجعنا لحضراتكم مره ثانيه عشان نروح لتاني فقراتنا، وتاني فقراتنا معنيه طبعا بالاستحقاقات البرلمانيه الفتره اللي جايه، وخلاص احنا على الابواب لمجلس النواب. بدا يظهر على الساحه، يمكن تابعنا ده من الاسبوع اللي فات، الساحه السياسيه بدا يظهر فيها في عام 2018 لو تذكر، قدر يثبت وجوده بشكل من اشكال الحراك السياسي لمجموعه من الشباب سميت بتنسيقيه شباب الاحزاب. تنسيقيه بقى ليها دور على الارض، بقى ليها اعضاء كتير جدا، بقى ليها دور من خلال مبادرات حصلت كمان الفترة اللي فاتت، وعندها فكر وعندها استراتيجية في العمل السياسي، قدروا من خلالها ان هم يكونوا بعض الكيانات السياسية في مصر. دلوقتي بتتنافس تنسيقية على انتخابات مجلس النواب القادم ان شاء الله بحصولها على 26 مقعد ضمن القائمة الوطنية، وده طبعا بعد تجربتها الناجحة في انتخابات مجلس الشيوخ. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن رؤيتهم للانتخابات القادمة، خططهم لخوض الانتخابات، ثم بعد الانتخابات اهم الموضوعات او مشروعات القوانين اللي هيتم مناقشتها، واهم من ده كله رايهم في مجلس النواب السابق من صديقنا العزيز الاستاذ علاء عصام، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. صباح الورد عليك علاء. صباح الخير على حضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. جاهزين؟ جاهز. واضح انكم انتوا جاهزين من الاستحقاق السابق وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وحصلتوا على 5 مقاعد، واضح ان في تنسيق للتنسيقيه من بدري للغرفتين سواء مجلس الشيوخ او مجلس النواب. صحيح. شوف يعني احنا طبعا بشكر حضرتك على التقديم الجميل ده. احنا في التنسيقيه بنستهدف تنميه الحياه السياسيه. صحيح. وطالما بنستهدف تنميه الحياه السياسيه وتقويه الاحزاب المصريه، واعتقد ان كمان القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي هو كمان مؤمن بوجود الاحزاب المصريه كبيت لتشريع القوانين في البرلمان، وايضا لوضع سياسات، وايضا انها تكون مشاركه في الحكومه، فهو الحقيقه احتضن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، فبقينا 27 حزب سياسي بننسق مع الدولة في كل شيء. احنا قدرنا ان يبقى عندنا 6 نواب محافظين كجهة تنفيذية لينا في على الأرض. بيشتغلوا مع الناس، بيحلوا لهم مشاكلهم، بيضعوا خطط وسياسات لتطوير المدن والقرى والمراكز دي بداية. بعد تدريبهم وتأهيلهم بعد تدريبهم وتأهيلهم في الأكاديمية الوطنية بالظبط. وفي التنسيقية كمان عندنا مركز تدريبي. بعد كده دخلنا خضنا انتخابات مجلس الشيوخ ونجح الحمد لله لينا 5 في مجلس الشيوخ. كمان في حاجه لحضرتك، احنا مش بس ترشحنا 26 في القائمه، احنا كمان عندنا 5 زملاء مرشحين فردي. يعني بقى 31. 31 عدد. داخلين بقوه. داخلين بقوه بالظبط. انا مش بحسد، انا بقر بس. ربنا يوفقكم، ولكن انتوا مؤهلين علاء بجد. يعني انا لما بتقول لي مثلا على نواب الساده المحافظين او على الشكل اللي حصل في انتخابات مجلس الشيوخ من شكل تنظيمي ومتابع طبعا الشغل اللي بيحصل في مجلس النواب، لا في اداره لتنسيقيه شباب الاحزاب، وفي فكر واستراتيجيه شغالين عليها، مش شغالين على عدد، شغالين على الكيف مش على الكم. هو الحقيقه احنا نظام مؤسسي. صحيح. لما انضمينا للتنسيقيه حياتك لو لاحظت مجموعه الشباب اللي في المواقع او في اعضاء التنسيقيه المعروفين هتلاقيهم كلهم من ابناء الطبقه المتوسطه. مش هتلاقي مثلا واحد دخل الحياه السياسيه من عن طريق المال السياسي او عن طريق واجهه سياسيه معينه، لا احنا داخلين كشباب طبيعي جدا من الجامعات، كان لينا وجود في اتحاد الطلبه، وكان لينا وجود في الحياه الحزبيه من قبل الثورتين كمان. يعني انا شخصيا اشتغلت السياسه من 2007 وانا عندي 18 سنه. صحيح. وهتلاقي شباب بدا سياسه وعنده 18 و19 و20 سنه لحد ما بقى في الثلاثينات وبقى في منتصف العشرينات، ضامين علينا كمان طلبه. هتلاقي حضرتك المواقع القياديه في التنسيقيه شباب ليهم تاريخ سياسي جيد جدا. الحقيقه النظام المؤسسي دوت قادنا ان احنا ننطلق للواقع المصري بشكل في نوع من الاطمئنان للمجموعه الشباب دول. الشباب دول عندهم فكر، عندهم رؤيه سياسيه، عندهم برنامج سياسي. ده يعني بنقدر نوصله للناس ازاي؟ من خلال اللجان بتاعتنا. احنا عندنا مجموعه لجان نوعيه، لجنه ثقافيه، ولجنه السياسه الامنيه، ومجموعه لجان ولجنه العلاقات الخارجيه وغيرها يعني. اللجان ديت احنا بنعمل فيها دراسات وابحاث لتصور لرؤيه يعني تقدم مصر بتتماشى مع رؤيه مصر 2030. ازاي نحط مثلا رؤيتنا لتنميه الحياه الثقافيه في مصر. احنا قدمنا مشروع حوالين ده. قدمنا مشروع حوالين. قدمتوا المشروع لمين؟ وده اللي كنت هسال عليه، شكل التنسيق بقى بينكم وبين الحكومه. ما انا برضو الشباب دي لازم تسمع ولازم يبقى ليها تواجد وفكرها يتسمع على الاقل. شفناه في مؤتمرات الشباب الصراحه بشكل من اشكال نماذج المحاكاه والكلام ده كله، ولكن قدمتوها لمين مثلا؟ احنا قدمناها لعدد من الوزراء. هايل. نمره 2 كان عندنا لقاء قريبا مع وزير الموارد المائيه والري من حوالي 10 ايام. هايل. ايضا بنشارك في مؤتمرات الشباب بيحضرها السيد رئيس الجمهوريه بنفسه. تمام. وشاركنا في نماذج المحاكاه في المؤتمر الشباب السابع،
وانا شخصيا كنت مشارك في مؤتمر الشباب السادس وكلمت قدام السيد رئيس الجمهوريه حوالين مشروعنا لتطوير وتنميه وزاره الثقافه صحيح. وعن الهويه الوطنيه، وقدمت مشروع متكامل عن ده، ورئيس الجمهوريه كان قاعد بيكتب وكان قاعد بيستمع لينا. فلما السيد الرئيس والساده الوزراء والحكومه بنقابلها وبنقدم لهم مشاريعنا وبنقدم لهم رؤيتنا وتوجهاتنا، فده هيخليهم قريبين مننا، يبقى في احساس نحس بيهم ويحسوا بينا، والناس كمان احنا يعني الوسط اللي بين الناس والسلطه، الاحزاب والنواب في البرلمان وغيره، حلقه الوصل بين الشارع المصري وبين المواطن وبين السلطه، احنا بنترجم مشكلات ومعاناه الناس واهاتهم والامهم وحبهم لبلدهم، وبنوصل كل الافكار ديت والرؤى ديت وامال الشباب وطموحهم ورؤيتهم بنوصلها للسلطه. فاحنا الحمد لله يعني ده ما كناش بنشوفه ايام ما قبل ثورة 30 يونيو. الحقيقة احنا بقينا بنلمسه بعد ثورة 30 يونيو مع مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بقينا لا الشباب بيتمتع طبعا بحظوظ كبيرة جدا لاقتناع القيادة السياسية وسيادة الرئيس كمان بدور الشباب، وعارف ان هي ثروة مصر الحقيقية بالزبط. فكل الدعم موجه للشباب. ولكن حضرتك بتقول لي انت حلقة الوصل ما بين الشارع والحكومة، هنا حلقة الوصل في ايه؟ في نقل الخدمات اللي محتاجها المواطن، ولا في تنمية العقل السياسي للمواطن انك تعرفه يعني ايه حقوقه يعني ايه واجباته، ايه اللي بتشتغل عليه اكتر؟ الاثنين. يعني شوف احنا مثلا لما نبقى موجودين في البرلمان فاحنا هنشرع قوانين من شأنها رفع من مستوى معيشة المواطن. هزعل منك قوله تلا حل مشاكل. لا لا كنت هتحوله لنائب خدمي انا عايزك فعلا تشرع قوانين بالزبط. اللي بيها تتحل كل المشاكل بالظبط من رفع من شأن المواطن. انا مثلا ان شاء الله لما ادخل البرلمان يعني انا كمرشح مستهدف ان انا اشارك في قوانين الاداره المحليه. انا شايف ان احنا لازم عندنا قانون للاداره المحليه لان غالبا ما قدرش المجلس السابق ان هو ينهي، فدي هتبقى من اول المشروعات اللي اشتغل عليها، اول المشروعات التنسيقيه اللي اشتغل عليها. ليه؟ لان احنا محتاجين يبقى عندنا رقابه شعبيه في المحليات في المحافظات في القرى في النجوع. الدستور كمان ادى لعضو مجلس المحلي حقوق اكبر بكتير من حقوق اللي قبل كده. بقى عنده الحق ان هو يستجوب المسؤول والمحافظ ورئيس المدينه. بقى عنده الحق ان هو يوجه سؤال. فانت لما تدي صلاحيات دستوريه وقانونيه لعضو مجلس المحلي هيحافظ على مدينته، هيقدر ان هو يوجه الجهاز التنفيذي لتطوير وتنميه المدن، هيقدر يواجه الفساد ويبقى عنده حصانه ان تساعده ان هو يحاصر الفساد في هذه المواقع. اعتقد ان كمان احنا في قوانين اخرى زي قوانين التنميه المحليه وقوانين الاحوال الشخصيه ايضا عاوزين يعني عندنا لجنه المراه في التنسيقيه ايضا بتشتغل على قانون الاحوال الشخصيه ليبقى فيه حقوق متساويه للجانبين. مرجعيتها ايه لجنه المراه مثلا، او قاعدتها ايه اللي بترجع لها؟ المجلس القومي للمراه مثلا ولا بعض النماذج اللي موجوده معاكم؟ بالظبط، يعني جزء منها المجلس القومي للمراه، جزء منها هي ما اسمهاش لجنه المراه. هي المراه عندنا داخل التنسيقيه اللي هي السيدات يعني والبنات هم اللي يعني مهتمين جدا مع مجموعه من الشباب بقانون الاحوال الشخصيه. انا اعتقد ان كمان احنا مش هيبقى دورنا بس تشريعي، احنا كمان هيبقى لنا دور رقابي. اعتقد ان الاحزاب والصحف الصحافه والاعلام دورهم الرقابي مهم طبعا. ما انت طبعا. في النهايه لازم تكون بتراقب المسؤول بس تبقى ايجابي. يعني السياسه ان انت مش مراقبه للنقد، مراقبه للاصلاح للاصلاح يعني صحيح. مش كل شويه انت تنتقد. لا احنا بننتقد وبنقول ان في اخطاء وبنقول ان في ايجابيات برضو، لان الايجابيات للحقيقه وللامانه هي اكتر من الاخطاء طبعًا. احنا امام 14 مدينه عالميه جديده بيبنيهم الرئيس السيسي، امام مشروع اصلاح زراعي ضخم مليون ونص فدان، امام مشاريع اقتصاديه جيده، اصلاح اقتصادي على اعلى مستوى. وفي هناك سلبيات بنشاهدها ايضا لكن عندما نرى او نعمل موازنه يعني بين السلبيات والايجابيات هنلاقي الايجابيات اكتر طبعا. الحاجه كمان الاهم ان احنا لما بنعبر للحكومه عن غضب الناس بتستجيب. يعني انا اعتقد احنا شباب مننا في التنسيقيه موضوع قانون التصالح مثلا لما الناس كانت غضبانه وعرفش ايه الحكومه استجابت وخل والحقيقه عملت حل. كان دور كنت مثلا ايه؟ نزلتوا سمعتوا الناس؟ سمعنا الناس، قلنا صوت الناس طبعا واتكلمنا مع المسؤولين. يا جماعه الناس الاسعار عاليه فرئيس الوزراء هتبقى نائب مشاغب قوي احساسي كده اللي قاعد قدامي ده هيبقى نائب. ربنا يخليه والله. فخلوا سعر المتر 50 جنيه ده بالنسبه للكره كويس. انت تخيل تمتلك شقه بقى وخلاص وبقيت مرخصه فسعر الشقه نفسه عالي، فالمواطن كسب
والحكومه كسبت والفلوس اللي اتجمعت ديت هنعمل بيها مشروعات. يعني اللي عاوز اقوله لك احنا مش بس هنقوم بدورنا التشريعي بس ولا دورنا الرقابي بس كمان احنا مهتمين بالخدمات العامه. صحيح. يعني ايه خدمات عامه؟ مش خدمات خاصه ان انا واحد مثلا يجي يقول لي يا استاذ علاء تعالى خلص لي ورق ولا ده الكلام ده بصراحه كان غير مناسب ما كانش صحيح. لا يليق بعضو مجلس مع غياب المحليات علاء ومع غياب حاجات كتير ومع شكل من اشكال الفساد اللي كان موجود كان المواطن ما بيلجاش غير العضو اللي شايفه قدامي ان هو يحل له مشكلته حتى لو مشكله فرديه. يعني ماشي بس ما يبقاش ده الشغل الشاغل للنائب. لكن صحيح. انا مع الخدمات العامه. يعني انا شايف ان مثلا اعضاء مجلس النواب الشباب يبقى عندهم فكر جديد، احنا محتاجين نعمل تنميه ثقافيه في محافظتنا. فمحتاجين مثلا كل نائب مننا يعمل على الاقل ندوه ثقافيه وتوعويه كل شهر في دايرته. صحيح. لما انت تبقى عضو مجلس نواب في مركز يعني انا مثلا مرشح عن قائمه شمال وجنوب ووسط الصعيد وعن محافظه اسيوط ومحافظه الجيزه وانا من البدرشين لما اروح اسيوط اعمل ندوه كل شهر او اعمل مسابقه شعريه واتناقش مع رجال اعمال المحليين في هذه المحافظه وانمي الشباب، ما انا كده بواجه الفكر المتطرف بالفكر التنويري طبعا. فده نمره واحد. نمره اتنين لما اتكلم في البرلمان مع كمان وزير التنميه المحليه ومع الوزراء المعنيين وزير النقل وغيرهم من الوزراء ان انا محتاج اعمل رص طرق في المحافظه عندي، محتاج ان انا احول المستشفى بتاعتي من مستشفى عاديه لمستشفى عام عشان تتطور. فانا بعمل خدمه عامه للمواطن لحد لما ننتخب مجالس محليه وده هيريحنا كتير قوي. اعضاء مجلس النواب كانوا بيعملوا ده في الفتره اللي فاتت، اعتقد ممكن الشباب يزيد عليه الفتره دي ان هو ما يروح يقعد مثلا مع وزاره الصحه ولا عندي مشكله في 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 في, في, في مستشفى انه يجد لها شكل اشكال الحلول سواء بالضبط. بقى من تعاون مجتمع مدني معاها، يعني مش يروح بس خارج الصندوق. خارج الصندوق وده بقى شغل الشباب ده اللي انا عايزه. ما هو بقى التفكير خارج، يعني انا مثلا من ضمن برنامجي الانتخابي ان انا هعمل حاجه اسمها مجلس استشاري هضم فيه رجال الاعمال المحليين في مركز ومدينه البدرشين وفي اسيوط كمان. هشتغل على ان يبقى المجلس الشاري ده بيضم رجال اعمال محليين وكبار رجال المدينه او المركز او المحافظه، بحيث ان انا مثلا عاوز اعمل مسابقه شعريه ونعمل لها جوائز هم يتولوها. صحيح. عاوز اطور قصر الثقافه في المكان دوت، الدوله تعمل مخصصات ليه وهم كمان يبقوا جزء من المخصصات ديت. عاوز اعمل مشروع شجر مثمر في المدارس في المركز بتاعي ان الاولاد نزرع الشجر المثمر ياكلوا منه لو جعانين كده ويبقى ويحمي المجتمع يبقى في بيئه نظيفه يحميه من ثاني اكسيد الكربون. فهم يشتروا الشجر المثمر واحنا نحافظ عليه ونشكل لجنه لحمايته. اعتقد ان تضافر جهود انا جزء من المجتمع المدني، الاحزاب جزء من المجتمع المدني طبعا. بس المجتمع المدني مصنف حاجات كتير منها رجال اعمال محليين منها الجمعيات الاهليه منها الاحزاب. فالمجتمع المدني بالتعاون مع السلطه التنفيذيه اعتقد ان ده الدور الحقيقي لعضو مجلس النواب وللمسؤول التنفيذي. انت قلت لي في خمس اعضاء هينزلوا فردي براكوا بقى وملكوش دعوه بيهم ولا في شكل من اشكال الدعم برضو كل الدعم؟ اولا كل احنا الدعم. بندعمهم على الارض من خلال قيادات احزابنا على الارض والتوجيه للتصويت ليهم في الانتخابات. نمره اتنين عاملين لهم صفحات على الفيسبوك وندعمها. كمان بندعمهم على المستوى الاعلامي ونشر بياناتهم. بندعمهم كمان على المستوى السياسي ان هو يبقى عنده برنامج سياسي مكتوب وبرنامج محلي. ما هو عضو مجلس النواب مش بس بيعمل برنامج عام طبعا. سياسي، هو كمان بيعمل برنامج محلي ورؤيته للمحافظه اللي هو نازل فيها والمركز او المدينه اللي هو بيعبر عنها. فكل اشكال الدعم السياسي، شوف حضرتك احنا اسره تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين رغم خد بالك انا جاي لك بقى في رغم الاختلاف الايديولوجي انت عندكم ايديولوجيات مختلفة وتوجهات مختلفة طبعا كله على ارضية وطنية، ولكن الاختلاف ده ما سببش اي شكل من اشكال الخلاف داخل التنسيقية؟ شوف اختلاف مش خلاف. صحيح. يعني مثلا انا كحزب تجمع بختلف في بعض قضايا العداله الاجتماعيه مع حزب راسمالي او ليبرالي معايا، بس تخيل ان انا مثلا في مره حزب التجمع عملنا انا وحزب المصريين احرار جوه التنسيقيه وكنا مكلفين جوه التنسيقيه من زملائنا ان احنا نقدم لهم ده رؤيه يمين وشمال يمين وشمال خالص بالظبط، يعني رؤيه اقتصاديه للنهوض بالاقتصاد المصري وقدمنا الحدود الادنى من التوافق وتواصلنا على اهميه ان يبقى في قطاع خاص وفي نفس الوقت يبقى في دور للدوله منافس للقطاع الخاص بحيث ان يبقى في توازن في العلاقات الاقتصاديه بين كبار الراسماليين. فعاوز اقول لك احنا بنتوافق حوالين مشاريع كبيره جدا كمان توافقنا سمعتوا بعض علاء، يعني انتوا قاعدين في مشروع زي ده قعدتوا سمعتوا بعض، سمعت بتاع مصريين احرار بيتكلم ازاي وممكن يكون فكره راسمالي اكتر وده في مشروع جدا انت فكرك حكومي اكتر او تمام بدور الدولة أكتر بالظبط بتدخل الدولة. سمعتوا بعض لأن في اختلافات في الآراء كتيرة. إحنا كنا بنسمع بعض كنا بنضحك مع بعض وكنا حابين إن إحنا نقعد نتكلم مع بعض، لأن عاوز أقول لك على حاجة
احنا مؤمنين داخل التنسيقية ان احنا كلنا كيانات وطنية صحيح، وكيانات بتستهدف النهوض بالدولة المصرية. بنختلف في الطريقة، لكن احنا ضد الفصيل بقى، احنا كلنا بقى ك 27 حزب ضد الفصيل الاخواني الارهابي صحيح، اللي بيعمل على تقسيم، كان عاوز يعمل على تقسيم الدولة المصرية وفشل بمخطط اجنبي. طالما انت حزب وطني ومؤمن بالدولة الوطنية ومؤمن بتقدم مصر، ايا كان فكرك سواء كان رأسمالي او اشتراكي، انت مرحب بيك وانا برحب بيك كيساري ومرحب بالليبرالي. المواطن المصري هنظلمه لو احنا اججنا الصراع طبعا او الخلاف الايديولوجي طبعا. المواطن المصري مش عاوز حالة الصراع دي. المواطن المصري والدولة المصرية عاوز حالة التكاتف صحيح، ان احنا نبقى ايدينا في ايد بعض، ان احنا دايما نزيل الخلافات، وده عمول بشكل مصغر بقى داخل التنسيقية رغم اختلاف الايديولوجيات، ولكن في ارضية وطنية لمصلحة البلد في الاول وفي الاخر طبعا. وعاوز اقول لحضرتك مثلا احنا دلوقتي عاملين لجان لي وده اللي عاوز اقوله بقى، عاملين مركز بحثي يعني لسه اطلقناه بقالنا 3 ايام. المركز البحثي ده نعمل منه دراسات بحثيه نقدمها للدوله ونقدمها للمجتمع المدني والمجتمع الخارجي. كمان عاملين لجنه اسمها الخدمات العامه عشان دعم يعني شبابنا في الانتخابات البرلمانيه. يعني مثلا انا عندي مثلا في البدرشين ازمه ميه، وعندي مثلا ازمه مستشفى مثلا فيها يعني للاسف الناس ساعات بتشتري من بره سرنجات. فازاي تقدر في التنسيقيه ان انت تعمل مشكلاتك تكتبها ونضع لها حلول ونقدمها للمسؤول بعد ما تبقى عضو مجلس نواب عشان خاطر نحلها للمواطنين. واعتقد ان الدولة عندها ميزانية في كتير من المواضيع، لكن عدم القدرة على صياغة مقترح جيد. انت تكلمني على شكل الطرح اللي هتطرحه بيه المشكلة، شكل الطرح ده اللي بيفرق. يعني عاوز اقول لحضرتك على حاجة، الحكومة في بعض الأحيان ممكن نقول إنها مقصرة، بس في أغلب الأحيان بيبقى عندها الإرادة إن هي تحل المشكلة. صحيح. ليه؟ لأن هم هدفهم برضو إن هم يستمروا كحكومة ناجحة. لكن للأسف بعض النواب ما بيعرفوش يصيغوا مشروع حل للكثير من المشكلات. ده الفرق بقى بين النائب السياسي اللي زينا اللي هو بنتمي الحزب وعنده حزب وعنده برنامج وعنده رؤية وقاري ميزانية وعارف الميزانية فيها فلوس قد ايه وازاي نقدر نجيب من برا الميزانية فلوس وقاري ازاي يعني يضع حلول سياسية واقتصادية وكده، وبين النائب اللي كل هدفه انه يخش مجلس النواب او انه يبقى واجهة اجتماعية. احنا خلاص احنا بنرفض انا كحزبي وانا كتنسيقية مش مع النائب بتاع الواجهة الاجتماعية ولا اعتقد هينتهي على مع الوقت. واعتقد وجود شبابنا بشكل منظم زي تنسيقية شباب الاحزاب هتقضي على كل الظواهر دي، النائب بالواجهة الاجتماعية تقضي على المال السياسي، الكلام ده كله اعتقد هيخلص. هيلحق في المجلس اللي جاي ما نشوفوش، ولا ممكن لسه في بعض البواقي؟ بشوف مفيش حاجة بتخلص مرة واحدة، مفيش حاجة بالضرب القضية. احنا بداية اهو، فالبرلمان اللي بعد اللي جاي بقى كمان يبقى فيه حاجة تانية. شوية بشوية هتلاقي مصر بقت مجتمع يعني قادر على انه يفرز قيادات وكوادر سياسية شعبية، مش مال سياسي ومش وجاهة، لا قيادات كوادر شعبية سياسية مؤمنة بالبلد وعندها رؤية للتشريع وعندها رؤية للرقابة. واعتقد ان ده هيجي بالتراكم. في حاجة عندنا في اليسار كده اسمها قانون التراكم. فانت بتبني يعني طوبة، بتحط طوبه فوقيها طوبه فوقيها طوبه، بعد كده بتبقى شكل اللي انت عاوزه. فنعتقد ان دي 3 4 طوبات في الشكل اللي احنا بنتمناه. ال 26 مرشح او هقول ال 31 بقى مرشح لداخل التنسيقيه قعدوا مع بعض شافوا مجلس النواب السابق ازاي؟ يعني اكون صريح معاك، هناك انجازات حققها مجلس النواب صحيح، وهناك مشاريع قوانين لم يستطع ان يتخذ. است انجازاته ايه بعدد الاقرارات القوانين اللي تمت مثلا وسلبياته بعدم الاقرارات، ولا الشكل العام كامل للمجلس؟ شوف هناك تشريعات وصلت ل 500 تشريع حصل صحيح. فيهم تعديل واقتراح قوانين، ده انجاز كبير ومش سهل. في اتفاقيات دوليه ايضا المجلس النواب السابق حسمها تمام. اعتقد ان في بعض القوانين زي قانون الايجار القديم وقانون الاحوال الشخصيه وقانون الاداره المحليه لم يستطع المجلس النواب الماضي يحسمها. انا في رايي ان ربما قانون الاحوال الشخصيه صعب يحسمه، لان كان في ظرف معين ما كانش يقدر يحسمه وكان عندهم مسؤوليات، كذلك قانون الايجار القديم، لكن قانون المحليات كان لازم يحسمه. فانا اعتقد ان كان في تقصير في موضوع قانون الاداره المحليه. لكن في المجمل مجلس النواب الماضي
بذل مجهود كبير عشان ما نظلمش حد، لان برضو مش من الصح ان انا عشان مرشح لمجلس النواب الحالي لا انا بحط ايدي معاك وبنفكر مع بعض بصوت عالي عن السلبيات اللي كانت موجوده عشان ما تتكررش، عشان ما تتكررش. مش عايزين نهدر حقوق. يعني انا دايما ما احبش مثلا يجي وزير اللي جاي يقول لك الوزير اللي فات ما عملش اي حاجه. طبعا. لا، هم عمل المجلس النواب اللي فات انجازات وانجازات، وانا هكمل اللي ما عملوش، وانا هكمل اللي ما عملوش زي ما بدات وحضرتك في بدايه الحلقه. قانون الاداره المحليه على راس اولوياتنا في التنسيق، ما فيهوش هزار. الناس كتير وجهت النقد مثلا للمجلس النواب السابق بعدم وجود اي استجوابات، بعدم وجود اي تساؤلات، وكان شافوه ان هو مجلس سلبي في التعامل مع الحكومه، ما نفذش دوره على اكمل وجه، الدور الرقابي والتشريعي مثلا. هو بصراحه الاغلبيه كانت بتعيق موضوع الاستجوابات ده. يعني كان في احزاب زي حزب التجمع وحزب مصر الديمقراطي وغيرها بيقدموا استجوابات، لكن الاغلبيه كانت ترقى ان هذه الاستجوابات غير ضروريه يعني. وكمان الحكومه بصراحه يعني ما كانتش بتستجيب في بعض الاحيان. ما كانش بيستجيب في بعض الاحيان حتى لجلسات النقاش. حتى الدكتور علي عبد العال كان دايما يوجه رسائل للحكومه، يا جماعه تعالوا اقعدوا مع النواب. البلد كانت في حاله مواجهه ارهاب. صحيح. ومواجهه الارهاب كانت مخليه كل وزير وكل مسؤول في الدوله منشغل جدا. وكان عندنا معركه مصير. صحيح. فكان الحقيقه العمل البرلماني رغم اهميته القصوى الا ان ما كانش فيه تكامل بين العمل الحكومي والعمل البرلماني. انا اعتقد بشكل ايجابي احنا يعني في مرحله استقرار الى بنوع ما، وقدرنا الحمد لله نجحنا كدوله ونجحت القياده السياسيه ان هي تضرب الارهاب ضربات جامده جدا وقويه جدا على المستوى الامني. اعتقد ان احنا دورنا بقى في الفتره اللي جايه ان يبقى في حاله الاستقرار ديت، ان يبقى في تعاون بين الحكومة وبين البرلمان، ولازم يبقى في نواب يقدموا استجوابات. انا شخصيا لما هلاقي اشوف حاجة غلط واشوف اخطاء في وزارة معينة هقدم استجواب. انا مش نائب الحكومة، والله العظيم عارف انا نائب الشعب، لان انا مش من مدرسة الاستجواب عشان ابقى صريح معاك. انا مدرسة النقاش، وبالذات اما اشوف ان الحكومة عاملة اللي عليها، ولكن ممكن يكون الوزير او المسؤول او المحافظ غفل بعض المناطق، ففي لجان داخلية، في لجنة للتعليم، في لجنة للصحة، في لجنة للمحليات، نجيب المسؤول ونقعد نتكلم. ضد الاستجواب على طول او ضد الاستجواب اخر حاجه، اخر حاجه يعني لو اول حاجه يبقى انت مش هتعمل اي حاجه. بالظبط. هنقعد بقى طول الوقت في استجوابات. صحيح. طب ما قضيه القمح، طب ما البرلمان السابق فساد القمح هو اللي فجرها ومحدش منعهم، واعضاء مجلس النواب هم اللي لزموا والوزير استقال. فيعني قصدي اقول لك لا، كان في ايجابيات وفي سلبيات. انا اعتقد ان الاستجواب هو المرحلة الأخيرة. لأن الاستجواب دي ممكن تؤدي إلى طرح الثقة في الحكومة كلها. بالظبط. هو مش تهريج. احنا برضو احنا شباب. أنا عندي 32 سنة. بس وأنا عندي 32 سنة اتعلمت في الحزب من 10 سنين ومن 5 سنين إن أنت ما ينفعش توصل لذروة الخلاف في بداية الخلاف. بالظبط. يعني أنت مرحلية. ما يمكن لما يبقى في مناقشة أو توجيه سؤال. ما في حاجات قبل الاستجواب في توجيه سؤال. طبعا. يعني طبعا. أنت بتوجه سؤال للحكومة. في طلب مناقشة عامة. واخد لي بالك؟ يعني انا احنا في التنسيقيه بنذاكر كويس قوي. عارفين صلاحياتنا من خلال اللائحه بتاعه المجلس النواب. عارفين صلاحياتنا وعارفين ان في مراحل بتسبق الاستجواب. حتى في البرلمان انا سافرت امريكا ورحت اسبانيا وقعدت مع اعضاء مجلس شيوخ وسيناترز وكده. وكنت لسه بشرف على الانتخابات في امريكا في 15/3 اللي فات. انا قعدت مع اعضاء كونجرس. الاستجواب ده يعني برضو مش بالعدد الكبير اللي يعني. صحيح. ده بيحصل مثلا مره او اتنين او ثلاثه في الدوره البرلمانيه. وبتبقى قضيه عامه خطيره جدا، باين قوي ان لازم يتحل دلوقتي، فلازم الاستجواب بيجي المسؤول بالزبط. قدامي دلوقتي. بالظبط. في امور كتير غير الاستجواب، في مناقشه وفي توجيه سؤال وفي كمان وخصوصا لو هنتكلم على الحكومه الحاليه هي بتسمع. يعني شفنا ده الحقيقه علاء مثلا بيقعد ويسمع ويسمع الفكر، بلاقي الوزير ماشي مع اتنين تلاته شباب وعمال يسمع الفكر بينهم، مش محتاج حتى يكون داخل مجلس النواب. فاعتقد ان الحكومه كانت مساعده الدور ده وبالذات للشباب. للامانه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من ارسى هذا الموضوع من خلال استماعه للشباب داخل جلسات مؤتمر الشباب. وكان بيجيب الحكومه كلها تحضر من اول رئيس الوزراء لحد اصغر مسؤول يستمع للشباب. فهو ارسى هذه القاعده. صحيح. عندما ارسى هذه القاعده بقى من الطبيعي لما رئيس الجمهوريه بيقعد بال 12 ساعه داخل مؤتمر الشباب واليوم والاثنين وثلاثه وبيحضر كل الجلسات وكل الموضوعات يسمع. وفي الطبيعي اي مسؤول في مستوى ادنى منه لازم يسمع هو كمان. صحيح. فانا اعتقد ان مؤتمرات الشباب
كانت ليها الفضل الاكبر. وشكرا لمن نظموا هذه المؤتمرات وشكرا صحيح. لبرنامج الرئاسي بالحقيقه استفدنا منها كتير جدا. استفدنا منها على مستوى المعلومات، على مستوى الحريه في طرح استفدنا الرأي. منها علاء قاعد قدامي هو نموذج مؤهل أشكرك. فكريا وثقافيا ل 32 سنه اما كنا بنبص للسن ده قبل كده مش مؤهل مش جاهز اهتمامات تانيه خالص، لان قاعد قدام قامة سياسية فاهمة هتعمل ايه، عند ثقة فيها بتبقى داخل مجلس النواب انه ممكن يمثلني ويكون عنده القدرة كمان على سواء بقى تشريع القوانين او المحاسبة، لان عارف ان علاء هيحاسب وهيبقى مشاغب جدا زي ما انا قلت. هقول النائب بقى علاء عصام عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، نورت صباح الورد، كل التوفيق لل 31 عضو ان شاء الله اللي هيمثلوا التنسيق الفترة الجاية. شكرا جزيلا لدعمك الدائم لينا. شكرا لحضرتك. خلصنا حلقتنا النهاردة من صباح الورد، بكرة موجودين معاكم في نفس الميعاد.